العراقي استطاع أن يحافظ على التراث الغنائي العراقي عزفا وغناء لحلقة هذا اليوم اللي راح ينورنا أكيد داخل الاستوديو. ضيفنا لهذا اليوم فنان بعزف وغناء موصل للأصل وبدأ صوته بالبروز في أروقة المدرسة، ومن بعدها بدأ بتقديم التراث الغنائي العراقي بصوته في محافل غنائية وثقافية داخل الموصل وخارجها، وله أيضا تجربة إعلامية تحت عنوان جذور، واليوم هو ضيفنا داخل الاستوديو حتى نتعرف معه على أجواء وطقوس العيد في الموصل، ونستمع أيضا لفنه عزفة وغناء، وأيضا كيف استطاع أن يستمر بعطائه كل هذه السنوات رغم قلة الداعمين للنوع الغنائي اللي يقدمه. فأكيد إحنا اليوم راح نتعرف على كل هذه التفاصيل وكل هذه الأمور بمناسبة عيد الأضحى المبارك. فخلونا سويتها نرحب بالأستاذ جاسم، صباح الورد والعافية، كل عام وأنت بصحة وسلامة يا رب. صباح المحبة، صباح السعادة، صباح التفاؤل، صباح العيد، صباح الجمال لك مصطفى وإدارة قناة ترى. شكرا لإدارة قناة الرشيد الفضائية الكادرها المثل مثل الأستاذ سعد الجنابي، وأيضا الأستاذ علي بابان زميل صديقي لي، وإلى حضرتك وإلى الأستاذ محمد أيضا المخرج. بصراحة أنا اليوم جدا سعيد أكون وياكم، يعني بصراحة أنا أول أمس اتصلوا بي وجيت من الموصل، يعني صح ساكن في بغداد بس كنت في زيارة الأهل، بس أكيد لازم تعيد وياهم. إيه بس أنا والله العظيم الباحة في المساء وصلت إلى بغداد، واليوم أول لقاء وياكم يعني يشرفنا، وأنا سعيد جدا اليوم وياكم أمثل مدينتي الحبيبة الموصل أم الربيعين الحدباء الجميلة، تحيات كل أهالينا كل عراقنا الحبيب وخاصة مدينة الحبيبة الموصل. الله يحفظ كل أهالينا، الله يحفظ كل أهل الموصل، موصل الحدباء ناسها الطيبين، ثقافة ناسها، تاريخ هذه المحافظة اللي نفخر به دائما، فالله يحفظهم والله يديم عليهم الأمان والصحة والسلام. الموصل الحدباء أم الربيعين طقوس العيد شلون كانت بشكل عام وبشكل خاص أنت بطفولتك؟ خلينا نرجع الطفولة أول شيء. الطفولة طبعا أكيد إحنا كل العراقيين نمر بتجارب، يعني كل واحد على مدى العمر مالته عايش به، فأكيد من كان طفولتنا كان طفولتنا بصراحة كان طفولة صعبة جدا، يعني رغم أني وحيد العائلة كنت، يعني الوالد كان دائما اللي فرح معه الله روحه وروح كل أبائنا وأخوتنا. آمين. يعني بصراحة يعني كان طفولة يعني في منطقة كنت يسموها منطقة النبي يونس، يعني كنت أنا الطفل هناك، فكان الطفولة ديديات اللي إحنا نسميه بالموصل ديديات، ثم راجع سووا في بغداد ديديات، قبلها كان النبي يونس أكو تل، بس حاليا انتهى الموجود اللي كان يم تل مقابل النبي يونس، فكنا نزور هناك، كنا العيدية كانت تذكر يعني 10 فلوس 50 فلس 100 فلس، يعني هو 100 فلس كان يعني في فترة السبعينات، وكنا نروح ديديات مراجع نلبس ملابس عيدية. نعم صراحة يعني كانت حياة بساطة جدا، نشتري الملابس هاي أكيد كل شخص يقول نخلي جوا المخدة أكيد ونحضر ملابسنا نخليهن، وهذه الأمور وملابس كنا ماكو شيء، يعني يشترون بس طقم واحد. هسه إحنا شبابنا يومية يلبس إذا مو يومية لبسة مستحيل، مو صح طبعا هاي نفس الملابس نلبسها، بس إيش قد تكون غالية على كل شخص هذه اللبسة الوحدة. إيه صح، يعني اللي يتباهى بيها قدام أصدقائه واللي بفئة عمره، وهذه العشر فلوس والمئة فلس وغيرها، هذه الطفولة الحلوة اللي عشتها، يعني رغم صعوبتها اللي طبعا كانت أكيد، لكن يمكن مصاعبها هي بس بيلذة جميلة بيلذة، يعني بيلذة يعني لحد ذكر أصدقائي ما كنا يعني نطلع العيد ونفطر وعلى السينمات، إحنا كان جانب بيتنا بالأيسر السينمات أكثر بالجانب الأيسر بالدواسة، ونروح نشاهد أفلام الهندية أفلام الأجنبية، وكانت الصمون العنبة وتقص الصمون بالنص الله إيه، يعني كان حياة بسيطة تشتري ما مصدق، يعني تروح تشوف أفلام أو تشوف تاكل لفة، يعني قلت لك يعني حياة كانت جدا بساطة. هسه حياة تغيرت، هسه إحنا بالموصل الحمد لله الأمور رجعت يعني أحسن من قبل، يعني من خلال زيارتي الأخيرة شفت ناس أطفال مبتهجين و فرحاني، كثرة المدينة العاب، كثرة المتنزهات، كثرة يعني شفت متنزه جميل جدا. نشكر بلدية الموصل المتمثل بأستاذ حبو محافظني النجم الجبوري، نعم. كان لهم يعني متنزه جميل، متنزه الراقص يسموه الماء الراقص، يعني كان جدا جميل. نعم. أيضا زرت
صرت تمثال ابي تمام الشاعر الكبير. احنا نحتاج ايضا اعاده ابي ملا عثمان الموصلي، نتمنى اعاده التمثال ماله، اعاده ترميمه وتهيئه ترميمه. احنا الموصل بصراحه ثقافه حلوه جميله يعني، ايضا فعلا يعني اسماء لامعه يعني زوها حديدي المصممه العالميه مصطاويه ومنير بشير جميل بشير كبيرة. يعني كثير يعني صح يعني الكثير اصحاب بصمه داخل وخارج العراق اللي طلعوا من الموصل الحدباء من نينوى، وهذه الاسماء المهمه واللي انت واحد من ضمن ايضا هذه الاسماء. اكيد افتخر بها شهاده منك المهمه يعني الخطاط الكبير يوسف ذنون لا ننساه، كثير محمد حسين مرعي، زكي ابراهيم، طه الحداد، اسماء كبار يعني، حتى كاظم سانه ولادته بالموصل، كبر بالموصل، كانوا يعني في النشاط ترعرع المدرسي بالموصل. اي فعلا موظف يعني بالنشاط المدرسي. اها حلو. اي كان موظف يعني. هذا فخر طبعا. من تسمع انه انت بالعراق عندنا هذه الاسماء المهمه، عندنا هذا التاريخ الكبير. انا قلت إن انا دائما اقول انه كل محافظه بحد ذاتها هي دوله. طبعا انا بتاريخها بثقافتها. انا وياك اضم صوتي على صوتك. يعني المفروض كل محافظه ايضا من خلال قناتكم، كل محافظه نجومه يعني، مثلا في الرياضه، في الفن، في الشعر، خلوا في التماثيل حتى هذول الشباب يعرفون منه. والله فعلا يعني هذا انا جدا دائما اتحدث به يعني، فنانين اكو اسماء ما يعرفون من الموصل، او ما يعرفون من البصره، ما يعرفون من النجف، من كربلاء. اكو شعراء اكو فنانين يعرفون من العراق بس ما يعرفون من اي محافظه. طبعا كل محافظه ايضا تفتخر فعلا يعني، يمكن بدا اليوم يسمع او يعرف فقط فئه الشباب، لكن ما يعرف انه هذا الفن اللي يقدموه الشباب اكو ناس قبلهم هم اللي اسسوا له، هم اللي قدموا، هم اللي زرعوا به بصمه. حكيت عن العيد، حكيت عن اجواء الموصل، حكيت عن هاي التفاصيل، فخلينا نعايد كل الناس وعايدنا بصوتك الحلو. والله اكيد راح اسمعك اغاني مصطاوي بالبدايه حتى يعني خلينا نسمع. يلا ان شاء الله راح اغني لك هاي اغنيه مصطاوي يعني قديمه نغني دائما. يا دلال يا دلال يا مدللت قلبي، يا دلال يا دلال والخاين دلال دلال، يا دلال يا دلال دللت قلبي، يا دلال يا دلال والخاين دلال دلال. قد احبك دلل من هون البحزاني، الله يخرب بيت ابوك ان كان تنساني. دلال يا دلل يا دل دللت قلبي، يا دلل يا دلل والخاين دلال دلال. يا سماق يا سماق اكلي دهيني وما تنضاق، يا سماق يا سماق اكلي دهيني وما تنضاق. طبخنا سماق بداع عزمنا كل الجماع، طبخنا سماق بداع عزمنا كل الجماعة. واشتغل ثقيل صباع، واشتغل ثقيل صباع، والمعلق تشيق وشاق. يا سماق يا سماق اكلي دهيني وما تنضاق. طلعنا على البري حامضي والكبني، طلعنا على البري حامضي والكبني، طلعنا على البري انا شوية معلاق. يا سماق يا سماق اكلي دهيني وما تض كم يردي لي يردي لي سمرة قتلتيني، خفي من رب السما وحدي لا تخليني. شرباتكم باردة وسطوحكم عالي، والله قتلني العطش يلا ارحموا بحالي. وكم يردي لي يردي لي سمرة قتلتيني، خفي من رب السما وحدي لا تخليني. عاش هالصوت وهالأنامل الحلوة اللي تعزف يعني، هذه الأغاني التراثية الموصلية جميلة. نعم. تراث نفخر به طبعا. يعني اليوم من نسمع هذه الأغاني، من نسمع هذا اللحن، من نسمع هذه الكلمات الجميلة اللي هي تغنى بأجمل صور من الموصل، ف
أنا مكمل وياك بذكريات الطفولة الحلوة. يعني أنت موضوع اختيارك لموضوع اليونسكو عن موضوع الأطفال صح. اليوم يعني مسؤول عن شؤون الطفولة صح. اليوم الطفل ما معنى بهذا الموضوع صح. شون اليوم تم اختيارك لهذا الموضوع وتم ترشيحك وشون اللي حاب تقدمه أنت للطفل وشون تثبت للناس موضوع أنه الطفل اليوم مهمل بموضوع الأغنية للأطفال؟ أنا بصراحة أشكر يعني أكيد منتدى أو دار الحكمة بيت الحكمة اللي اختاروني من خلال بغداد مدينة الإبداع الإبداعي يعني من خلال منصة شؤون الطفل فكان اتصالهم بي وقبل كم يوم يعني قبل العيد كان عندي أول حوار مع الأستاذ سعد الطائي والأستاذ أيضا صادق رحيمة فاختاروني يعني من خلال الإدارة وأنا بصراحة أنا اليوم لازم يكون هذا الموضوع مع الطفل اليوم هناك كثير من الشعراء يعني تحيات الأستاذ جليل خزة من أكبر الشعراء العراقيين في مجال الطفل تحيات الأستاذ أيضا القاصي الكبير يعني في مدينة الموصل وهو من الشخصيات الكبيرة يعني طلال حسن نعم. وأيضا هناك فإحنا خلالهم خلال أي واحد اللي يحب الطفولة اليوم إحنا مصطفى نحتاج إلى قنوات فضائيات إنتاج أغاني أطفال برامج الأطفال سبق كان هناك كان أكو فترة ذكر ساعة 6:13 دقيقة ذكر صح. يعني خاصة كان الأطفال. يطلع برنامج سندبات أو كان يطلع عدنا ولينا وكان افتحي سمسم والمناهل افتحي برنامج هذا البرنامج برامج كان تعليمية كانت إخراج فيصل ياسري ورحمة قائد النعماني وأيضا عبد الجبار كاظم وعبد المطلب السنيد كانوا هذول أدوار لهم فإحنا نحتاج إحنا مو نحتاج إلى هكذا أفلام نحتاج إلى برامج أطفال إلى أغاني أطفال يعني أطلب أيضا من قناتكم مقر أيضا يكون اهتمام بالطفل اليوم قناة رشيد إلى حضور كبير بين الناس يعني اليوم إحنا خاصة سبدأ العطلة في المدارس هناك أطفال يعني كون أيضا نعمل في وزارة التربية أطفالك أستاذ مصطفى أطفال أصواتهم جدا جميلة والله العظيم نسمع أصواتهم يعني المفروض إحنا ندعم أكل أطفال فأغني لك أغنية مع الطفل خلينا نغني للأطفال بوس البابا وبوس الماما وبوس الموطنة والكل طفل بهذا العالم يسعد نتمنى بوس البابا وبوس الماما وبوس الموطنة والكل طفل بهذا العالم يسعد نتمنى نكتب كنا على الصبورة يا رب احفظنا المعمورة نكتب كنا على الصبورة يا رب احفظنا المعمورة وبميلادك باركنا لك والخير يعمنا بوس البابا وبوس الماما وبوس الموطنة والكل طفل بهذا العالم يسعد نتمنى تستاهل يا بابا البوسة يا بابا الغالي ونحب ماما بكل ما نملك والله العالي نرتاح نحن أحضانك يا بابا شجب أحضان والكل طفل بهذا العالم يسعد نتمنى بوس البابا وبوس الماما وبوس الموطنة والكل طفل بهذا العالم يسعد نتمنى يعني هذه الأغاني وهذه المفردات الجميلة تقدم للأطفال صوت الأطفال تثقفهم يعني من طفولتهم يعني إحنا اليوم الأطفال ما شاء الله عليهم اللي يحفظون هذه الأغاني الموجودة اليوم لفئة من المطربين حتى أفلام ورسوم متحركة اليوم موجودة ما حسن للأطفال صح يعني إحنا كانت مسابق سندباد كان نيلز هذه القصص الكرتونية اللي بيها رسالة نعم. بنفس الوقت طيب أنت قبل شوي قلت لي إنه ماكو أحد أكو أصوات اليوم أطفال عندهم أصوات ما حد يهتم بهم ما حد يدعمهم ما حد يلتفت لهم أنت منو أبرز الشخصيات اللي دعمتك واللي أخذت بإيدك وقدمتك فنيا وصقلتك فنيا وتأثرت بهم وقدمتك لكل العراقيين يعني أنا بصراحة قصدك من الطفولة بعد ما جيت لبغداد بعدها أي نعم يعني أنا بصراحة من بغداد أنا ما أنسى دور أستاذ نوفل أبو رغيف وكيل وزير الثقافة كان مدير دائرة ثقافة الطفل نعم. كانوا أكثر واحد مهتم يعني دائما يكون دعوات من خلاله وأيضا
ايضا ست دكتوره يعني بصراحه كان لها موقف جميل جدا. ايضا ست جبوري والله نسيت اسمها بالضبط، زميلتنا. نعم. دكتوره. وايضا الاستاذ علي خصاف اللي كان له دور من خلال ذات الفنون الموسيقي اللي كان اهتمامه بي. وايضا هناك كثير يعني بصراحه في مجال الاطفال، يعني اشتغلت برامج اطفال يعني في عده قنوات يعني، بس ما اتواصل يعني. فاحنا بس اليوم نحتاج الى يكون اهتمام بالطفل يعني جدا مهم جدا. لان اليوم بصراحه اطفالنا ليش يغنون اغاني عربيه اغاني خليجيه؟ هو هذا يعني انا بصراحه يعني دائما يعني اتحصل من اسماء اطفالنا في المدارس يكون تحيه العلم يغنون اغاني عربيه واغاني خليجيه. صح. لان احنا عندنا شعراء، ذكرت شعراء وذكرت ناس ملحنين، اكو اطفال اكو اصوات حلوه. نعم. حلو. طيب انا من الموهبه اللي سبقت عندك، الغناء لو العزف على العود؟ لا انا بالبدايه غناء، بالغناء كنت طالب بثاني ابتدائي. اتذكر ثاني ابتدائي كنت اغني بتحيه العلم، يعني طلعوني اغني للمدرسه، وبعدين يعني حبي للفن. بعدين من عبرت السادس ابتدائي اتجهت الى مركز شباب الموصل. في فتره 80 قلت لك يعني التقيت بكاظم ساهر، كان في مركز شباب الموصل. نعم. ايضا كان معنا احمد مصلاوي، وكان اسماء لامعه من الموصل. حلو. اسماء لامعه بصراحه. فالتقيت يعني كاظم ساهر كان ذاك كان عازف جيتار، يعني كان يعزف جيتار. فكان في كان استاذ الف رحمه على روح استاذ طه حداد، هذا الشخص اللي الله يرحمه، ثلاث ارباع الفنانين في الموصل اللي له موقف يعني، ولا بصراحه هذا الشخص يعني دوره كبير جدا الا بصمه بحياته طبعاً. اشخاص بصمه يعني اول انا وباقي كل اصدقائي يعني لازم اليوم انا بصراحه قريب جدا راح اكون من خلال المهرجان قريب جدا باسمه في مدينه الموصل باسم دوره الراحل طه حداد. الله ان شاء الله يا ربي نتمنى لك كل الموفقيه. طيب هنا شنو اول اغنيه عزفتها على اله العود قدام الناس بعد ما اتقنت العزف على اله العود؟ والله هواي اغاني. اذا تتذكر شنو كانت اول اغنيه؟ والله اغاني كلها تراثيه يعني، كان نغني مال ناظم غزالي وداخل حسن، اغاني مصلاويه يعني الاغاني التراثيه يعني. ماني قلت لك يعني بالبدايه حبيت اغاني التراثيه، لحد مهتم بالتراث العراقي اولا، التراث المصري يعني. انا يعني في سفرتي الاخيره في لبنان يعني هناك كان امسيات لي يعني في لبنان، غنيت اغاني عراقيه، هم بيطلبون مني اغاني العراقيه. بصراحه حبهم في لبنان او في سوريا اللي انا ازورها دائما يحبون الاغاني العراقيه. حلو. طيب على طاري لبنان، يعني انا عندي فت خبر قالت لي العصفور عن موضوع الانشوده بالجامعه اللبنانيه. نعم. شنو موضوع هذه الانشوده؟ نعم. هذه الانشوده بصراحه كتبها الشاعر الكبير حيدر الدهوي، الحان نجاح عبد الغفور، استاذ نجاح تحياتنا. فطلبوا مني انشوده فانا غنيتها بصراحه، فراح اغني لكم مقطع منها. نسمع اكيد. وهذا اول يعني فنان عراقي يغني في جامعه يعني خارج العراق. الجنان اليوم احلى جامعه، كل من فيها بدور ساطعه. الجنان اليوم احلى جامعه، كل من فيها بدور ساطعة. ساطعات في العلوم والحكم، نيرات في العقول والهمم. ساطعات في العلوم والحكم، نيرات في العقول والهمم. وبها لبنان قد حاز القمم، وبها لبنان قد حاز القمم. حاملا اسم العلوم النافعة، حاملا اسم العلوم النافعة. فالجنان اليوم أحلى جامعة، الجنان اليوم أحلى جامعة. كل من فيها بدور ساطعة، الجنان اليوم أحلى جامعة. كل من فيها بدور ساطعة، الجنان اليوم أحلى جامعة. طبعا ايضا من امبركم تحياتي الاستاذ القدير دكتور سان فتحي، كان رئيس مؤسسه جامعه الجنان في لبنان، وايضا الدكتوره امنه المير عميده كليه الاعلام. ايضا غنيت يعني في مناسبه ذكرى الاولى كان دعوه منهم. نعم. فغنيتها في اكبر قاعات في طرابلس في جامعه، غنيتها وكان عراقيين ايضا طلاب موجودين، فغنيت اغاني عراقيه بعدين يعني عرفوني عراقي، فقمت اغني اغاني عراقيه. تعرف الاغاني العراقيه
خاصه من تغني اللامي، من تغني الاغاني الاطوار العراقيه. فهناك طلاب حتى انا شفتهم اكو ناس قام يبكون يعني دمعت يعني عينهم. احنا العراقيين دائما يعني من نسمع اغاني عراقيه واحنا بغربه يعني احنا كلش عاطفيين. فايضا حتى يعني عملت اغنيه واني في لبنان بقيت 20 يوم، اتصلت بالشاعر الكبير عدي صالح قلت له عدي اكتب لي اغنيه على السريع. فانا ماسك العود انا قمت يعني اريد بس ارجع للعراق بصراحه. ايش قد واحد يفتر ما يلقى احسن من العراق صراحه. مستحيل، انا قلتها قبل شويه لو نفر العالم كله ما راح نلقى احن من احضان هذا البلد علينا. نعم. قبل شوي انت ذكرت عن موضوع الاعلام، انت ايضا عندك تجربه بتقديم البرامج. نعم. يعني ايضا تمتلك صفه الاعلامي، هذه تجربه بارادتك انت لو تتواكب التيار واللي قدم لك القدر. سؤال استاذ، انا بديت قلت لك بالفن من بالثمانينات بديت يعني اغني واعزف وعندي برنامج اصوات شاب غنيته في بغداد، برنامج استديو الموهب سجلت اغاني فيه في الموصل، كان هناك جريدة أم الربعين كان يطلع كل فترة يطلع مطرب. فبعدين من 2003 ظروف تغيرت شوية، اتجهت للإعلام للتلفزيون، فقدمت برنامج أطفال. أول قدمت برنامج أطفال في تلفزيون نينوى، كان تلفزيون أرضي، تعرف الظروف 2003 تغيرت بالعراق، فقدمت برامج أطفال، اتجهت الروضات، قمت ألحن روضات الأطفال. يعني أنا بصراحة كل رياض أطفال في الموصل ألحنهم، كنت أنا الحن وكوني كنت مشرف تربيه في النشاط المدرسي، فقمت الحن اغني اغاني اطفال وبدا برامج اطفال، بدا يعني برامج. حتى بعدين من انتقلت الى بغداد 2014 بالنزوح، فايضا قدمت برامج اطفال في كثير من اذاعات فضائيات، يعني قدمت برامج ايضا في اذاعه الرشيد، يعني بقيت يمكن اربع ثلاث سنوات. احنا نقول الف رحمه على روح الاستاذ القدير، يعني كان هو مدير القناه استاذنا دكتور طالب بحر، يعني الف رحمه على روحه في هذا اليوم، الله يرحمه، وتحياتنا لعائلته زوجته. وصراحه كان هو له دور يعني في دخوله اذاعه الرشيد. وايضا استاذ علي بابان ما ننسى كان دور كبير جدا وياه، وايضا محمد حبوب ما ننسى. طبعا تحياتنا الله يرحمه اكيد دكتور طالب بحر، وتحياتنا للاستاذ علي واستاذ محمد الحبوبي. يعني انت حاب موضوع تجربه التقديم؟ طبعا حد الان قدم برامج لحد الان. طيب ممكن نشوفك في برنامج خاص للمواهب تلفزيوني؟ والله انا بالعكس استاذ، انا قلت لك من خلال قناتكم، انا اليوم قناه الرشيد يعني بصراحه شوف قلت حبي لقناه الرشيد، يعني عرفت عائلتي وجيت لبغداد، يعني اسامه كلهم بالموصل، انا الوحيد بقيت شرف لنا. فانا من خلالك شفتك انت مهتم بالاطفال ايضا معده البرنامج، يعني فانا اليوم اريد يعني من خلال قناه الرشيد يكون برنامج اطفال انا قدمه، او يعني مو شرط الان، يعني انا صح اقدم برامج وانا عندي اغاني اطفال. احنا اليوم لازم نهتم بمواهب الاطفال، صدقني مصطفى اكو اطفال اذا تسمعهم انت والله العظيم تقول شنو هذول الفنانين اللي يطلعون، والله صح. بس هم هذول عوائل فقيره، مدارس يعني مناطق خارج بغداد او خارج محافظه فعلا. اليوم من جو المحافظات انا يعني اذا كل اسبوع اطلع محافظه اجيب اصوات ماكو شيء، واحنا ندعمهم صدقني يصيرون اصوات يعني اصوات يعني عربيه مو عراقيه. فاحنا نحتاج، وانا حاضر ايضا قناه رشيد قلت له فضل علي بايام النزوح اول قناه او اذاعه اشتغل، يعني بعد النزوح في قناه رشيد اشتغلت ان شاء الله. يعني انا كلش واثق ثقه كامله انه انت هدفك الاساسي تثقيف الطفوله العراقيه. احنا اليوم يعني انت حكيت قبل شوي نقطه كلش مهمه، انه ليش يغنون الاغاني العربيه؟ ليش يغنون الخليجي؟ ليش يغنون المصري؟ ليش يغنون اللبناني؟ ما احنا نسوي لهم اغاني عراقيه. نعم. للطفوله اللي غنوها بالمدارس واللي شاركون بها بعده محافل. طيب هنا تعتبر انت نفسك اليوم من الفنانين المحظوظين اللي التقيت بشخصيات كبيره؟ اوكي، انا بصراحه اقرب واحد اللي سعدون جابر، يعني استاذي ومثل ما صديقي تحياتنا اكيد يومي كل فتره يعني واكثر واحد يعني بصراحه انا محظوظ الحمد لله، بس الحظ ما تجي بسهوله. يعني انا مصطفى عملت في فضائيات، يعني انت تعرف اكو مرات تشتغل مجانا، انت تعرف الموضوع صح، بس رغم هذا اشتغلت مجانا، اشتغلت اركض اتعرف لهذا. انا من رحت لبنان يعني تحيات السفير العراقي الاستاذ حيدر براك ايضا تحياتنا، مواقف جميل جدا ويا ايضا عنده امسي ان شاء الله ورا العيد راح اروح دعوه من خلاله، راح امسي لكل السفراء. فانا اليوم الفرصه اكو فرص، اكو انا دائما افكر، يعني دائما عندي موضوعين الفرصة والصدفة. صدفة تلتقي ويا حد لازم انت صدفة صح. تطلب منه شغلة، اما من يروح من ايدك ما تلتقي خلص فرصة وراحت منك طبعا. بعد صح. اليوم انا مثلا صدفة خبرت استاذ محمد حبوب وعلي بابان،
قال ها، قلت له انا هاي. فهي صدفه، من تروح الفرصه منك ماكو بعد، لو تغتنمها لو تروح منك. فكل فنان اذا ما يثابر، اذا ما مثل ما يقول يركض، اذا ما يتواصل ما ينجح. شنو الفرصه اللي كانت بحياتك اللي استغليتها بشكل ايجابي واللي ضيعتها منك؟ حلو. انا فرصه كان الفنان سعد جابر في 86 قال تروح للعماره، تروح للعماره الفنان كاظم فندي لحن لي اغنيه، اشهر اغنيه هي مالتي، هسه كل المطربين يغنون على مايكم خليك وشوف شلون تالي. هاي مالتي. هاي انا اول واحد انطاني اياها استاذ كاظم فندي. كاظم فندي. بس انا شنو جيت الموصل، تعرفوا بمحافظات شو مرات صعب يجي لبغداد. صح. كان اكو برنامج اصوات شابه وكان ظروفي صعبه، المهم تاخرت فصدفه فرج واب غنى. والشغلات الحلوه الباقيه يعني برنامج استديو ما بستغليته، واصوات شابه من خلال علاقات قالت تغني، قلت له قالت تيجي لبغداد فاستغليته. فهسه انا حاليا في بغداد، بقيت ببغداد صار لي من 2014، صار الناس يعرفوني طبعا اغني واعزف يعني. صار لك حضور اكثر. طيب ايش نسمع من التراث او شنو حاب تسمعنا؟ راح اسمعك هي راح قبل التراث اكو اغنيه في قلت لك في لبنان مال الغربه. هذا رحت يعني بقيت وقمت اغني، اتصلت مباشره وقلت له صح لي. علي يا طير وطير البغداد، البغداد ود عيوني، شوفني بيتي وهلي وارحمني من جفوني. يا طير يا طير يا طير يا طير، مر على الحدايق يا طير، مر على مر لي على دجل الخير يا طير. علي يا طير وطير البغداد ود عيوني، شوف لي بيتي وهلي وارحمني من تشوفوني. علي يا طير وطير البغداد ود عيوني، شوفني بيتي وهلي وارحمني من تشوفوني. مر على الحدايق يا طير، مر لي على دجل الخير، مر لي على الحدايق يا طير، مر لي على دجل الخير. كلهم ولا مرة نسيت كل شي ولا ينسوني. يا طير قل لهم ترى بالغربة أنا وحداني، لا ناس لا يمي هلي لا ربعي لا خلاني. يا طير قل لهم ترى بالغربة أنا وحداني، لا ناس لا يمي هلي لا ربعي لا خلاني. يا طير جيب الأخبار قلبي اشتعل مثل النار، يا طير جيب الأخبار قلبي اشتعل مثل النار. يا طير الهم حنيت تعبتني هاي ظنون، يا طير علي يا طير وطير البغداد ود عيوني. عاش هالصوت ولو هسه عدنا طير وبالعيد يعلي وين يروح لمن يوصل سلامك؟ الموصل. للموصل الحدباء، الله يحفظ كل ناسها الطيبين والله يديم يا رب عليها الامان والسلام. ليش ليش عينك دمعت من ذكرت الموصل؟ استاذ مو انا بصراحه يعني مرات الدمعه ما تجي بسهوله، ترى هي موضوع الموصل. انا بالنسبه انا قضيه الموصل القضيه مالتي، لان هذا المدينه كبرت بي ترعرعت بي، لولا الموصل ما كنت جاسم حيدران. انا من احكي على الموصل ما احكي على مذهبي على عشيرتي على منطقتي، لا فقط الموصل. لان انا ساقدر اني في بغداد هو ناس اكو هواي مثلا بالموصل اي محافظه يجي لبغداد يطلع برامج ما يقول لك انا فلان محافظه، يطلع مطرب. صح. انا بس انا الموضوع وقضيتي رسالتك الموصل. اي رسالتي الموصل. انا من اغني اقول ما انا مصلاوي باي مكان، حتى من رحت لبنان، حتى من رحت سوريا، حتى من رحت تركيا، قضيتي مدينتي هاي. لان انا اذا ما اقف ويا الموصل من راح يقف ويا الموصل؟ قضية الموصل قضية يعني قضية جدا مهمة. أتمنى أنا عندي مثلا إمكانيات أسوي مهرجانات في الموصل من خلال هناك يعني معالم بالموصل، تاريخ الموصل. موصل إرادة إلى وقفة كبيرة من كل المسؤولين. موصل دمار جانب أي ليمن دمار أسأل أشوفه منتهي لحد الآن. نحتاج إلى إعمار الموصل، نحتاج إلى
وقفة لمدينة الموصل، نحتاج إلى فلكلور الموصل. حتى فلكلور الموصل قليل يغنون أغاني مصطاوية أستاذ، يعني أنا عندي أغاني جديدة كتبوا لي أغاني مصطاوية، يعني راح أسجلها وأصورها، وإن شاء الله أيضا من خلال أغنية من أغاني راح أصورها باسم قناة الرشيد إن شاء الله يا ربي. يعني الموصل لحد بقى يمكن كلنا نتذكر أنه كان برنامج أم الربيعين اللي تقدم الإعلامية فرقد. صح فرقد، تحياتنا للست فرقد. تحياتنا للست فرقد اللي كانت تنقل أجمل معالم نينوى، الموصل، كل التفاصيل الموجودة بها، الثقافة اللي عندهم، يعني أهل الموصل بقمة الثقافة. صح. قمة الرقي، والمحافظة بحد ذاتها أنا قلت لك يعني إرث جدا كبير. صح. حضاري مهم بفلكلورهم، بثقافتهم، بمعالمهم التاريخية. طيب أنت اليوم من الفنان اللي يستفزك من تسمع أعماله ما تتمالك أعصابك، تلزم العود والدندن وياه؟ والله هي شوف، هي مو من المطرب، دائما أكو أغنية. أنا نسى من أسمع أغنية مثل سعد جابر حسبالي، من أسمع صلاة غفور خسرتك يا حبيبي، من أسمع أغني لك يا لا يعني هذه الأغنية للراحل الكبير أستاذ صلاح عبد الغفور. هذا نسمع أبكي يعني. مستحيل إنه إنسان يسمعها، أنا واحد من الناس. شوف يعني شوف نفس المشاعر أنت. يعني أغنية متكاملة يعني خسرتك يا حبيبي، خلنا نسمع مقطع منها. خسرتك يا حبيبي لكن مو بداية، خسرتك يا حبيبي لكن مو بداية، عفتني الزمن غدار، عفتني الزمن غدار، مشيت بلا وصية، خسرتك من بدا الغيظ يبقى اسرار حبي، وانا بلا مواعيد هز الغيرة قلبي، قالوا موسمك راح بعد المن تتاني، قال موسمك راح بعد المن تتاني، شنت خالي من الهموم بس الهم صفالي صفالي، خسرتك يا حبيبي لكن مو بدي. يعني اكو مقطع انا كلش احب الكوبلي اللي يقول ادور بالوجوه. الله. ادور بين الوجوه على الوجه الاحبه، لقيت الورد مقطوع ذبلان محبه. كتب كريم العراقي ولحن جعفر الخفاف للراحل الكبير صلاح عبد الغفور. يعني والأغنية صورة بالموصل، طبعا صورت بالموصل. يعني هذا 84، يعني هذا دليل انه الموصل خرجت اسماء طبعاً مهمة. طبعاً. ثقفت، علمت، درست، يعني ثقافة الموصل فعلا تدرس. وتاريخ وحضارة هذه المحافظة بكل عموم عراقنا الحبيب نفخر بيها طبعا. يعني ومثل ما احنا اليوم فخورين بيك، انت موجود ويانا، وانت البارحه جيت لبغداد وجبناك اليوم. لا بالعكس، انا افتخر اليوم اكون وياكم استاذ مصطفى انت وكادر. يعني انا بصراحه يعني قناه رشيد قلت لك اعيد واكرر له فضل علي. انا اي انسان، اكو اشخاص يعني في بغداد، يعني اذا اذكر اسماء ما لا يزعلون باقي، بصراحه وقفوا ويا مواقف مشرفه. يعني قلت لك علي خصاف اللي كان دائما في الموسيقي، اكثر واحد كان كل مهرجان مال الموصل او مهرجانات انا كنت رقم واحد وياهم. يعني بصراحه كل مهرجان، قلت لك دار ثقافه اطفال، قلت لك قنوات فضائيات، شخصيات وقفوا وياي. يعني ايضا مويد اللامي له مواقف حلوه وياه، نقيب الصحفيين، تحياتنا له وكلها مويد اللامي، مواقف حلوه. قلت لك اسماء لامعه شافوني، يعني حب عملي، حب مدينتي. طبعا اكو ناس يشوفون المقابله شنو حتى صح يكون اهتمام بي. ذكرت النقابات واخذتني في السؤال اليوم، دور النقابه، نقابه الفنانين. نعم. من ناحيه شكل ولون الاغنيه العراقيه. أوكي. داخل وخارج العراق لها دور بهذا الموضوع. انا اولا نائب رئيس الشعب الموسيقيه في نقابه الفنانين العراقيين. تمام. اي معلومه كما تعرفه، رئيس الشعب الاستاذ علي فاضل، وانا نائب مالته، والزملاء عبد الله اسمر فريد وشيماء. نعم. اعضاء،
وايضا ما ننسى كريم الرسام عضو مجلس وسامي نسيم تحياتنا لهم كلهم. تحياتنا راح استاذ جبار جود ياسيا كمال فاضل الدكتور جبار استاذ ياسيا كمال اكيد تحياتنا لهم كلهم كل عام وهم بصحه وسلامه يا ربي. بصراحه احنا اليوم يعني بصراحه دور النقابه كان له دور جميل اللي متمثل استاذ جبار جودي. وقفنا كثير من الفنانين على حد يمكن اسماء مطربين ومطربات سمعتوا احنا ما نذكر اسمائهم وقفناهم عن العمل صح لان كانوا يسيون بالاغنيه العراقيه. اليوم الاغنيه العراقيه استاذ اليوم مو بس انت تشوفه، يجوز واحد من دول عربيه قاعد بحفله بمطعم يسمع الى الى طبعًا. ان شاء الله احنا اليوم الاغنيه رصينه يعني احنا نشوف ناظم غزالي او جروب بنشي او سعد بن جابر كاظم الساهر فنان يوسف عمر داخل حسن حضير هذول اسماء حضير ابو عزيز هذول استاذ بنسمعهم نسمع اغانيهم احنا لازم يكون يكون الاغنيه العراقيه يكون الكلام واللحن وخاصه في المطاعم مو تكون اغاني غير لائقه. اليوم المشاهد يشوفك من خلال عبر التلفزيون عبر التواصل الاجتماعي يعني لازم تفكر تاريخ هذا ما يرحمنا. اليوم انا احكي وياك هذا التاريخ بعد 10 سنوات راح يقول يوم من الايام مصطفى عمل لقاء جاسم وقناه رشيم صحيح طبعا التاريخ يسجل. فاليوم احنا دورنا نقابه دور جدا بصراحه وقفنا الفنانين حده من خلال تواصلنا من خلال هناك عندنا في مفارز من خلال نقابة الفنانين حلو. ايضا وزارة الداخلية اللي يزورون مطاعم اكيد نشوف يعني عذرا توقفوا هواية عن مزاولة المهنة لفترة معينة وهذه الامور لانه يحسون فعلا اكو اساءة نعم. للاغنية العراقية والدليل انه اليوم حتى برامج الهواة اي شباب يقدمون يغنون الاغاني لنظم الغزالي الاغاني السبعينية يعني ياس خضر رياض احمد حميد منصور سعد بن جابر هذه الاسماء اللي هي اساس هذول تاريخ استاذ ما تتكرر بصمه ما يتكرر مستحيل يتكرر. ايش قد اكو مطربين شباب يشوفون واشتر قليل من لما بس هذول مطربين بقوا صعدوا ورغم كان اكو تلفزيون واحد تلفزيون العراق بعدين صار تلفزيون صح هو كان تلفزيون العراق تي في الشباب يعني. هو انا هسه تطلب منك يعني حتى الكنترول ايضا طلبوا انه يسمعون بعد اغنيه موصلية لازم لك موال صغير اويلي 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 يا ويلا رافقت صديق وذيب انا رافقت صديق وذيب وبهيم احدرت بشراعي تحالفنا ثلاثتنا بعد للخوف مو داعي رافقت صديق وذيب وبهيم احدرت بشراعي تحالفنا ثلاثتنا بعد للخوف مو داعي صديقي صديقي من يجيه الليل نوما على ذراعي صديقي من يجي الليل نوما على ذراعي خفت من الذيب لا يخدر وخافي هيج وجاعي والله خفت من الذيب لا يخدر وخافي هيج وجاعي فزيت بتوالي الليل لقيت الذيب يحرسني وصديقي بايق متاعي عمي فزيت بتوالي الليل لقيت الذيب يحرسني وصديقي وبايق متاعي اويلي القمر من شافك ولا هل والغيرك ما نزل دمعي ولا هل مالي دار من بعدك ولا اهل عزيز ويصعب فراقك علي عايل يا الاسمر عايل عيني صبح ضاع عنكم شايل ما اقدر على ثيمنكم 90 بكرة وحايل عيون الماء يا سمرة عيني ريمو بنت الجزيرة يا طوليش نفعت ريحان وعلى
وعلى حدي زات أميرة وعلى حدي زات أميرة عاي عايلي يا الأسمر عايل عين صبح ضاع عنكم شايل صبح ضاع عنكم شايل درب الهوى من دل دليني قربانك دليني قربانك هذا بعيني شمسية ووسطك الخلانك ووسطك الخلانك عايل عايل يا الأسمر عايل صبح ضاع عنكم شايل صبح ضاع عنكم شايل. الله هذه أغنية من التراث العراقي الجميل اعتقد اللي غناها محمد الغريب محمد حسين مرعي محمد حسين مرعي العراقي بلبل حدباء اللي لقبوه بلبل حدباء محمد حسين مرعي فأنا التقيت به كان ايضا مشرف بالنشاط المدرسي بالموصل واللي بعدها غناها كاظم الساهر كاظم الساهر غنى يعني غير بشوي البكره صارت 90 ناقه وحايل نعم هذه اللي تغيرت بها المفردات لكن هاي كلمات هي نحن مصلاوي يعني هي يعني الاستاذ كان هو يكتب مصلاويه بحته مصلاوية كلمات يعني نعم حلو طيب استاذ شنو مشاريعك القادمه؟ نعم فنيا يعني موسيقيا اعلاميا؟ والله مشاريع قادمه اهم شيء عندي اهتمام بالطفل اول شيء هذا النقطه الاساسيه هذا مهم جدا واكون مهرجان قريب في الموصل عن تراث الموصل اجيب فنانين من بغداد يكونون مشتركه وعندي ايضا الان يعني عندي اعمال جديده لحن لي الفنان صباح الخياط قالوا يا ليل وفنان محمد الشيخ تحياتنا له قبل شوي هو الان في دبي لحن لي اغنيه كلمات عادل محسن وايضا لحن لي علي صالح جذابه كلمات جبار صدام وايضا الفنان البصري عباس الخفاجي اللي بديت وياه اغنيه قال قولوا له معجبي تحيات الاستاذ عباس الخفاجي الملحن البصري وهناك كثير اعمال نجاة عبد الغفور لحن لي اغنيه من مصلاويه وغنيت اغنيه مال الجامع فراح اسمعك مقطع من احد الاغاني هاي قصه كتب لي عادل محسن قبل ما يموت الله يرحمه الله يغمد روحه الجنه وتحياتنا لعائلته الكريمه ولاولاده سلام الحسن ست سلامه كل عام وانت بصحه وسلامه والله يديم عليك الصحه والسلام والامان على عائلتك الكريمه واكيد الله يغمد روحه الجنه ان شاء الله طبعا هاي الاغنيه الحان محمد الشيخ ملحن معروف اللي ملحن اغنيه صلاه الغفور خلني ولا تهيج جروح غلي الله ملحن وصوت مطرب تحياتنا له تعالوا شوف حالي شلون يا حال افرح الناس وانا احزاني اشكال تعالوا شوف حالي شلون يا حال افرح الناس وانا احزاني اشكال جبت عمري ركض وانا خسران وضح الغير وارجع تالي ندمان جبت عمري افيد وانا خسران وضح الغير وارجع تالي ندمان قسمتي بس كلام القلب والقال تعالوا شوف حال شلون يا حال قبل كنت المدلل وين ما اروح كل شي مسموح قبل كنت المدلل وين ما اروح كل شي اللي يريد القلب مسموح هسه اندار وقتي واصبحت وين كنت الهم سند جازوني بالشين دليت الدرب عن الدرب مال دليت الدرب عن الدرب تعالوا شوف حال شلون يا حال الله يخليك باحسن حال دائما قصه انا حكيت للاستاذ اي نعم عادل محسن قلت له قصتي بيجي بالموصل فكتب لي اغنيه ويوم الثاني سلامة جابتها لي هي موظفه ايضا ويانا وتحيات سلسلامه من الشخصيات المهمه ايضا اللي دعمتني بصراحه يا سلسلامه تحياتنا لها وتحياتنا لك وكنا نتمنى الوقت يطول اكثر وياك لانه انت كنز وانت من ثاني اجمل محافظه عندنا بالعراق بعدد سكانها فنتمنى لك يا رب دائما الصحه والسلامه وشكرا لوجودك ويانا وحضورك ويانا المهم والمشرف انا بالعكس انا جدا اشكرك استاذ مصطفى واشكر كادر
قناة الرشيد، وتحياتنا مرة ثانية أستاذ سعد جناب أستاذ علي بابان، وألف رحمة على روح المرحوم دكتور طالب بحر. طالب بحر اللي كان موقف اللي، وتحياتنا لأني قبل هذا المرة أغني لك مقطع الحان الملحن عباس خفاجي، بس أول ما بديت هيك مقطع الأغنية فرحية راح نختم ويا هذا المقطع. تمام. قولوا لا معجب بي، قولوا لا لو رايد عمر انطي، قولوا لا قولوا لا معجب بي، قولوا لا ولو رايد عمر انطي، قولوا لا لا خذ قلبي مني اتمنى يرضى عني، لا خذ قلبي مني اتمنى يرضى عني، وباكر يا هلي خطاب اروح له ولك باكر يا هلي خطاب اروح. قولوا لا قولوا لا معجب بي، قولوا لا لو رايد عمر انطي، قولوا لا لاقاني لاقاني مثل الحلم لاقاني، دلاني دلاني درب العشق دلاني، هايم علي خلاني هايم علي خلاني. قولوا لا قولوا لا معجب بي، قولوا لا ولا رايد عمر انطي، قولوا لا. شكراً لك وشكراً لخامة صوتك ونورتنا اليوم. شكراً أستاذ مصطفى. شكراً لك. إذا المشاهدين الكرام، بنهاية هذا المحور الجميل والغني بأجمل الألحان والكلام وعذوبة الصوت، فاصل ونتواصل وياكم بكل فقراتنا اليوم.